في من 500 جنيه لغاية 2000 جنيه يعني متدرجة في 500 و1000 و1500 و2000 نعم. ال2000 دي فوق بقى يعني ما فيش أكتر من كده مهما كانت المساحة. فبالتالي ما فيش مشكلة في رسوم الشهر العقاري ذاته. ودي موجودة على فكرة الكلام اللي احنا بنقوله ده من قديم الأزل مش جديد. يعني ال 2.5% بتاعت الضرايب ضريبة التصرفات العقارية دي قديمة مش من دلوقتي. مش معمولة في القانون لا لا مش معمولة لا خالص ده قديمة جدا. ال 2000 جنيه قديمة جدا مش من دلوقتي يعني ده وضع ما فيش جديد حصل في الرسوم اللي احنا بنقول عليها دي. القانون بقى نفسه اللي عدل المادة اللي عدل قانون الشهر العقاري واضاف المادة 35 مقرر ده صادر في شهر 9 اللي فات. مش جديد مش مفاجئ مش دي مش معمول دلوقتي. اللائحة التنفيذية للقانون انا اصدرتها في شهر 12/2020 ونشرت في الجريدة الرسمية 5/1/2021 يعني من شهرين. اذا مفيش حاجة مفاجأة خالص. الامور من زمان موجودة ومعروف ان القانون ده هيبدأ تطبيقه يوم 6/3. هل في فرق ما بين هذا القانون وقانون خاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة؟ قانون المجتمعات العمرانية الجديدة في عندي قانون اسمه قانون شهر الملكية في المجتمعات العمرانية الجديدة. القانون ده نفسه في النص بتاع ان الخدمات لا تنقل الا اذا كان العقد مسجل. القانون ده مطبق من سنة كام؟ 2018. نعم. هل سيادتك سمعت مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. طب اشمعنى يعني؟ ما هو قانون عدم نقل الخدمات إلا إذا كان العقد مسجل ده موجود في شهر الملكيات في المجتمعات العمرانية الجديدة وبيطبق من 2018. نعم. في ناس بتنقل ملكية وتنقل بناء عليها الخدمات وفي ناس بيشتري ويفضل الخدمات اللي موجودة الكهرباء باسم اللي باع له والمية باسمه هو حر ويتحمل تبعات ذلك. طيب سيادة الوزير معلش وانا مش هطول على حضرتك وانا يعني اسف ان انا يعني ناخد وقت ده من حضرتك رغم والف مليون سلام لحضرتك مرة تانية لكن لا اجبار على اي مواطن يروح يسجل بيته مفيش اجبار الا يعني اللي هيتعامل مع جهه حكوميه عشان يدخل كهرباء او كذا لكن الوضع مستقر لا اجبار. طبعا مش هنقول لحد تعالى غصب عنك سجل. دي مش متصوره طبعا. نعم. لكن احنا بنقول للناس قولوا انتوا حريصين على تسجيل ملكياتكم. الافضل. طبعا. واذا كنت بتشتكي من بعض الاجراءات وتعقيداتها احسن حلها بنفك التعقيدات دي. علشان نشجعك تيجي تسجل هتتعامل معانا خلاص تبقى تتعامل معانا بالطريق الرسمي اللي القانون وضعه. مش عايز تتعامل معانا وتبقى بقى مع نفسك وتتحمل نتيجة ذلك خلاص انت حر. مش عايز تنقل ملكية ليك بالطريق القانوني مش عايز تنقل خدمات ليك بالطريق القانوني انت وشأن. لكن هذا التعديل معلش وانا بنقل لحضرتك برضه تساؤلات الناس اللي بقى لها كام يوم شغاله انه احنا بنعمل التعديل ده عشان عايزين نلم فلوس من الناس. يا فندم ما هو مش اجباري مش 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 جبرا. يعني انا ما اقدرش لو سيادتك عندك بيت في البلد مش مسجل ومعظمنا عنده ملكيات مش مسجله بالطريق القانون. انا الحكومه هتيجي تقول لك يا تيجي تسجل يقطع النور عنك او اقطع المايه عنك. الكلام ده غير صحيح على الاطلاق. على الاطلاق. فالامور ما فيش فيها اي تعقيدات بل بالعكس احنا بنيسر وبنشيل التعقيدات. حصل شويه لبس بقى وناس تقول صحه توقيع وناس تقول ده يبقى كده اجباري ده يبقى كده. لا انا حريص رغم ظروفي الصحيه ان انا اطلع مع سيادتك علشان اوضح الصوره كاملة. وانا ممتن كمان لوجود حضرتك معانا رغم الظروف الصحيه والف سلامة لحضرتك مره تانية. لو محتاج اي توضيح قبل ما سيادتك تقفل لو محتاج اي توضيح اخر اتفضل يا فندم. لا متشكر جدا وارجو ان تكون الصوره واضحه. سياده الوزير المستشار عمر مروان بشكرك شكرا.